السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنتكلم عن الادينويدز. اول حاجه حابه اقولها لكم ان في اي ان تي كولكشنز، هحط لكم اللوجو بتاعها تحت. الاي ان تي كولكشنز دي ساعدتني كتير في الاي ان تي، وهستخدمها كمان كتير في الفيديوز بتاعتنا. طيب تعالوا نشوف اول حاجه عندنا في الادينويدز، هي the commonest nasopharyngeal swelling، ودي حاجه مهمه وبتتسال احيانا في الام سي كيو. في الديفينيشن بتاعها عندنا تو امبورتنت كيوردز. اول حاجه هايبرتروفي، هي هايبرتروفي في ايه؟ في الليمفويد تيشو اوف ذا نيزوفارينكس، اللي هي الحته دي النورمال ادينويد، وده النورمال سايز بتاعها. لو حصل هايبرتروفي وبقت ماشيه على الدوتد لاين ده، يبقى احنا عندنا ادينويد. بس عندنا كيورد تانية قبل ما نكمل الديفينيشن، هي الهايبرتروفي دي تكون sufficient to produce symptoms. طيب ايه هي الكوزز بتاعه الادينويد؟ ان يكون في recurrent upper respiratory tract infections، تيجي في childhood period بالذات from 3 to 7 years old. symptoms بتاعه الادينويد هنلخصها في 3 main headings، وتحت 3 كل وتحت كل heading هنلاقي 3 subheadings او multiplies of 3. طيب بالنسبه للادينويد، في حاجات هتحصل بسبب الهايبرتروفي، حاجات هتحصل بسبب الريكيرنت انفكشنز اللي هي كانت الكوز ان يكون عندنا ادينويد اصلا، وحاجات جنرال. فالايفكتس اوف هايبرتروفي هنقول 3 مين سب هيدنجز، وهنتكلم عنهم تاني في السلايد الجايه. اول حاجه ان يكون في بايلاترال نيزل ابستراكشن، اوستاكين تيوب ابستراكشن، وادينويد فيشيس، يبقى هيقفل لا اما النوز من جوه، لا اما الاوستاكين تيوب عند الايرز، لا اما يعمل بسبب الهايبرتروفي ده يعمل حاجة اسمها adenoid facies، وهنشوفها كمان شوية. طيب effects of recurrent infections هنسيبها دلوقتي ونشوف general symptoms. general symptoms برضو عندنا 3 items اللي هم NMN، nocturnal enuresis، mental apathy or dullness and night terrors. NMN. طيب النوكتيرنال انيوريسيس ان يكون في تبول ارادي بالليل، منتال ابسي اور دولنس يعني شكل البيشنت عليه شويه بلاها كده، ونايت تيررز ان هو بيحلم بكوابيس بالليل. دي حاجات جنرال. طب لو قلنا بقى الافكتس اوف ريكيرنت انفكشن، احنا قايلين ان بيكون عندنا ابر سباتري تراكت انفكشن، ممكن يكون في اوتايتس ميديا، لا ممكن يكون في ساينوسايتس، نيزوفارينجايتس، لارينجايتس، برونكايتس، اي حاجه في الابر سباتري تراكت ليها infection symptoms بتاعتها هتكون موجودة، ودي طبعا احنا عارفينها في مواضيعها الخاصة بيها، يعني عارفين symptoms sinusitis وهكذا. طيب لو قلنا بقى effects of hypertrophy ونركز عليها اكتر، احنا قلنا عندنا 3 items تحت effects of hypertrophy. ايه هما؟ eustachian tube obstruction، nasal obstruction، adenoid facies. ال eustachian tube obstructions هنرجع نحط تحته 3 items تانيين اللي هما recurrent acute otitis media، secretory otitis media، والاثنين دول في الاخر they lead to chronic otitis media. واحنا هنعرف signs and symptoms بتاعه otitis media والdifferent types بتاعتها في محاضره otitis media. بس خلينا عارفين لو patient عنده adenoid هيجيله otitis media ليه؟ هيجيله بسبب ان eustachian tube بيحصل له obstruction due to the hypertrophy of the adenoid. طيب هنيزل obstruction نحط 6s. اول حاجه snoring، number 2 sucking and eating becomes difficult، ال speech هيتغير وهيبقى hyponasal او nasal voice. item number 4 saliva drooling، لان هي mouth breather والmouth usually opened، ف saliva drooling from the mouth يعني في saliva بتنزل من بق ال patient. number 5 sleep apnea which is complicated with obstructive sleep apnea. و item number 6 ان يكون في secretions or nasal discharge، mucoid or mucopurulent، وكتر ال discharge ده او secretions بينتج عن excretions of the nasal vestibule كمان على upper lip عشان بينزل عليه، و post nasal بيكون في nocturnal cough. طبعا الحاجات دي عشان احنا بنتكلم عن children فال excretions دي بيكون more common وكده. اخر حاجة عندنا adenoid facies. يبقى احنا بدأنا الـ eustachian tube obstructions بـ 3 items، nasal obstruction عملنا multiplied by 2 قلنا 6 items، الـ adenoid facies هنعمل multiplied by 2 ويبقى عندنا 12 items. ايه هي الـ adenoid facies؟ زي ما احنا شايفين في الصورة دي. أول حاجة زي ما احنا شايفين general look apathetic look، with shoulders round، with chest flat، يبقى دي تلات حاجات كده general. بعد كده لو بصينا على النوز هنلاقي عندنا ايه؟ narrow pinched anterior nares، وفي nasal crease اللي هو الخط ده، يحس كده كأن في transverse line قسم النوز. بالنسبة للماوس هنلاقيه open و dry، لأن زي ما قلنا هو البيشنت أصلا بيبقى mouth breather. ال upper lip هيبقى elevated، احنا عندنا حاجة elevated اللي هي ايه؟ ال upper lip، وفي نفس الوقت ال lower jaw recessed، تمام؟ يعني راجع لورا شوية. بالنسبة للبق من جوه فزي ما احنا شايفين باين عندنا ايه؟ prominent central incisors، باينين جدا ال central incisors طالعين وبارزين، ولو بصينا على الجامز هنلاقي spongy gums، وممكن نلاقي dental caries كمان.
اما لو دخلنا جوه اكتر فهنلاقي ان البالت بيكون هاي ارشد بالت. يبقى عندنا 12 items underneath adenoid facies. طيب ايه بقى الساينز عندنا في الانفستيجيشنز وكده؟ اول حاجه خلينا نبدا ان احنا هنعمل ديجيتال بالبيشن، اللي هو اكتر حاجه مش انت يعني مش انفيسيف. بس الديجيتال بالبيشن مش بنستخدمه دلوقتي مع ان الادينويد ممكن نحسها، بس it's not used nowadays عشان عندنا حاجات احسن واهم. تاني حاجه تبقى كانفستيجيشن هي البلين اكس راي. البلين اكس راي soft tissue lateral view في النيزوفارنكس دي الادينويد، وعشان عملت هايبرتروفي وكبرت كده اثرت على الاير كولم، بقى كونستريكتد اير واي او كونستريكتد اير واي كولم، يعني عملت له نارون عملت له نارون. فدي الساين بتاعتنا على الاكس راي. في حاجات اكتر غير ان احنا طبعا حاطين الادينويد فيشيز من الساينز، احنا ممكن نعمل ايه؟ انتيرير راينوسكوبي. الانتيرير راينوسكوبي هيبين لي نارو بنشد انتيرير نيرس وديسيد جورج. اما البوستيرير راينوسكوبي اللي هو ده الميرور داخله وتبص على النيزو فيرنكس، هنلاقي بوست نيزال ديسيد جورج وادينويد ممكن نشوفها. وفي كلينيكال تيب كده ان احنا عشان نفرق ما بين الادينويد واي تيومر، يعني لو في المكان ده فيه تيومر مش ادينويد هنفرقهم ازاي؟ هناخد بالنا ان الادينويد فيها فاروز بس التيومر ما بيكونش فيه فاروز. وكمان هنلاحظ ان عشان الماوس open and dry، الاورال open and dry mouse في الاورال كافيتي هتبقى dry يعني. التريتمنت بمنتهى البساطة adenoidectomy، يعني ان احنا نشيلها. ولو البيشنت كمان عنده tonsillectomy يعني indication for tonsillectomy بنعملهم الاتنين في عملية واحدة وبس. ده كل موضوع الادينويد باختصار، فيعني I hope ان انتوا تكونوا استفدتوا. Thank you so much.